ضعف صلة مع القرآن الكريم. فلذلك فكرنا بهذا المشروع، وهذا المشروع الحقيقة كان يعني له أهداف أن يحفظ الطلاب كتاب الله عز وجل خلال 5 سنوات، بحيث يحفظ الطالب في كل عام 6 أجزاء. والمشروع حقيقة له مراحل، ملتقى صيفي بالعطلة الصيفية بشهر تموز من كل عام يحفظ الطالب فيه جزءان، وملتقى شتوي في شهر كانون الثاني أثناء عطلة المدارس فصل نهاية الفصل الدراسي الأول، كذلك يحفظ الطالب في كل يوم سبت. يأتون الطلاب حقيقة الذين يشتركون في هذا المشروع يحفظون جزءا من كتاب الله، ففي كل عام يحفظون الطلاب 5 أجزاء أو 6 أجزاء، أسف 6 أجزاء. فالمرحلة الأولى انتهت، ونعمل في كل عام احتفال على مستوى المدارس ندعو له هذا الاحتفال برعاية أحد الشخصيات الأردنية الموجودة. وكان الاحتفال الأول المرحلة الأولى تحت رعاية سمو الأمير عاصم بن نايف، حضر هذا الاحتفال وخرج الطلاب. ثم في العام الماضي كان الاحتفال 12 جزء تحت رعاية الدكتور زغلول النجار. وفي هذا العام سنحتفل في شهر شباط في هذا العام للانتهاء من المرحلة الثالثة. هذا المشروع الحقيقة يشارك فيه حوالي 300 طالب وطالبة، ويكلف حقيقة المدارس أكثر من 40,000 دينار في كل عام ينفق لهذا المشروع. في هذا العام هذا المشروع حقيقة يشارك فيه الطلاب من الصف الخامس حتى المرحلة الثانوية. ففي هذا العام حقيقة وضعنا حقيقة وأسسنا لمشروع جديد لرياض الأطفال وللطلاب وطالبات الأول والثاني والثالث والرابع، وحددنا مناهج بحيث يحفظ الطفل في الروضة في رياض الأطفال جزء عامة يعني خلال العام الدراسي الحالي. وقد قمنا الحقيقة بجولات ميدانية على الأطفال، ووجدنا أن المشروع يسير بانتظام حسب الخطة المرسومة له، وطلاب الصف الأول مثلا يحفظون جزء تبارك والثالث يحفظون جزء، بحيث في كل عام يحفظ الطالب جزء من كتاب الله حتى إذا انتقل إلى الصف الذي أعلى من الصف الذي هو فيه ومعه دفتر وسجل للحفظ، بحيث يوثق هذا الحفظ ويبقى في ملف الطالب ينتقل مع الطالب إلى أي موقع شاء. طيب نستكمل بعد هذا الاتصال. أيوة نعم. ألو، السلام عليكم سيدي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، ومنمسي عليك ومنمسي على ضيوفك، بارك الله فيك ومنحييك يا سيدي. تفضل، أهلا وسهلا. مين حضرتك؟ أنا عبد الله الشواع يا سيدي الشيخ. أهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل. وبحييك يا شيخ أبو حسام، وأنت دائما منور قناة نورمينا. حياك الله. وعلى فكرة أنا يعني بجوز قبل أشهر، 7 أشهر 8 أشهر أو أكثر، يعني التقيت بابنك حسام، وحقيقة اللي من الأصوات اللي الجميلة اللي يعني كان في افتتاح لإحدى كان في افتتاح لمهرجان شعري قبل بجوز 7 أشهر 9 أشهر هيك شيء، والله ما أنا متذكر بالضبط. نعم، ولكن فضل. افتتحها بصوت القرآني الجميل ابنك الشيخ حسام اللي فيه. من الأصوات هذا الحلوة. هذا نعم. واجبنا في التربية يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله على الله هذا الإبتراء. شكرا لك يا شيخ عبد الله، الله يجزيك الخير. نعم سيدي. نعم، وهؤلاء الطلبة الأطفال يعني عندما تزور روضة أطفال في السن الرابعة من أعمارهم يحفظون جزء عنه. أنا أعتقد أن يعني هذا الحفظ في مواقع أخرى ينهي الطالب دراسته ولا يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل. وجدنا حقيقة يعني الاهتمام بهذا المشروع له فوائد كبيرة وعظيمة، يعني حفظ الطفل طالب القرآن الكريم يقوم لسانه ويعطيه حقيقة لغة وبلاغة وثقافة، زيادة على الأجر الكبير الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، وخاصة ونحن كما ذكرت في بداية حديثي أننا مدرسة إسلامية نعتز بهذا الإسلام العظيم، وبالتالي واجبنا حقيقة أن نربي أبناءنا وفلذات أكبادنا على من
منهج الله عز وجل. طيب تقوية الطالب عندكم بدينه هذا أساسها القرآن. نعم. والنشأة الإسلامية المبنية على القيم العالية. نعم. بعد الاتصال هذا عايز أعرف إيه مستوى اتصال الطالب بوطنه بأمته. نعم. هل عندكم مقويات مع المقويات الدينية؟ نعم. هناك مقويات وطنية. نعم. عشان يتصل الطالب ببلده بوطنه. نعم. بعد الاتصال تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يعطيك العافية سيدنا. الله يعافيك. تفضل، مين حضرتك؟ اسماعيل جابر من عمان. تفضل استاذ اسماعيل. بصراحة أنا بالصدفة عم بتابع هذا البرنامج واستهواني الموضوع، وأظن هذه جهود جبارة تشكر عليها المدارس. إذا في إمكانية الوسيلة اللي ممكن إحنا نساهم فيها كمواطنين في دعم مثل هيك مبادرات مشرفة على مستوى الوطن. نعم. ما بعرف كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. طيب طيب رقمك يعطيه للكنترول وبيحصل وبيشوف كيف الآلية اللي تتصل بها مع الأساتذة أصحاب المدارس. وجزاك الله خير وكل من يساهم فيه. هذا واجب، أظني الجميع بتشرف في دعم مثل هيك مشروع. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا للأستاذ إسماعيل وجزاك الله خير. وكل من يدخل بسهم ولو بكلمة لتقوية الدين وعزة الدين وعزة المسلمين وتنشئة أبناء المسلمين فهو يوم القيامة معهم وشريكهم، لأنه من دل على خير فله مثل فاعله. وجزاك الله خير يا أستاذ إسماعيل وكل من يدعم دينه وأبناء وطنه، وجزاك الله خير. قبل الفاصل أستاذ خليل كنا بنقول تقوية الطالب، تقوية الصلة الوطنية للطالب ببلده، لأن هناك شبهة عند كثير من بعض المتدينين الذين لم يدخلوا الدين من باب العلم، يظنون أن الصلة بالله هي العداء للأمة والبلاد والعباد. فما هي آلياتكم في ربط الطالب بأمته ببلده بأرضه؟ بارك الله فيك. الحقيقة يعني هذا سؤال مهم، وأنا يعني أقول وبأمانة أن المسلم وأن الذي يربي الطالب على الإسلام وعلى منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ينتمي إلى بلده وإلى وطنه، وحب الأوطان من الإيمان. نعم. وهذه قضية حقيقة لا نقولها بالمناسبات، بل نربي أبناءنا عليها. نعم. وتعلمناها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في شهر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وقف على جبل من جبال مكة وهو يقول والله لمكة والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك يخرجون منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة في المدينة وبقي يحب مكة ومتعلق بمكة، حتى أنه سمع يوما بلال من رباح ينشد أبياتا من الشعر، وبلال ماذا ترك بمكة إلا العذاب والأذى من أمية بن خلف وغيره من المشركين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلال رباح يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفى يا بلال دع القلوب تقر. مدارس الأرقم الحقيقة ومدارس عمان الدولية تفتخر بانتمائها لهذا البلد ولهذا الوطن الحبيب. وعندما حقيقة عندما تم ضم مدرسة عمان الدولية إلى الأرقم أحببنا أن تبقى هذه المدرسة باسم عمان. طيب. اسم عاصمتنا الحبيبة. طيب معلش أستسمحك يزن، أم يزن أتفضل يا أم يزن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ على البرنامج. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. والله حبيت تحية بس للمربي الفاضل أبو بلال. نعم. يعني تحية إجلال وإكرام للمربي الفاضل أبو بلال له باع طويل في
التربية نعم. والتعليم وأسأل نعم. الله العظيم أن يكون عمله في سبيل الله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. آمين آمين, آمين. إن شاء الله. تحية تحية لهذا البرنامج الطيب. شكرا وشكرا لك أبو حسام. شكرا آمين. شكرا أم يزن. جزاك الله خير, بارك الله فيك. أتفضل أستاذ. فحقيقة عندما قمنا بضم مدرسة عمان الدولية إلى الأرقم أبقينا اسم عمان, وكان باستطاعتنا أن تكون الأرقم تلاع العلي فرعا جديد كما أنها من فروع الأرقم, ولكن لهدف أبقينا هذا الاسم لنقول حقيقة للناس وبفخر واعتزاز أن أرقم الصفا تعانق عمان الحشد والرباط. وكذلك الحقيقة لو زرت مدارسنا لوجدت أن عندنا في كل يوم إذاعة مدرسية فاعلة وفيها حقيقة يعني برنامج يعني ينمي حب الوطن والانتماء لهذا البلد العزيز. كذلك تحتفل المدارس في كل عام احتفال مركزي بالمناسبات الوطنية التي تمر بالبلد, واحتفال دائم في ذكرى معركة الكرامة, هذه المعركة الخالدة الحقيقة التي يعني رفعت رؤوس الأردنيين عاليا في وجه أعداء الدين اليهود. انت شوقتني المدارس الأرقم, وليكم عندي زيارة يعني في أول مناسبة. حياكم الله أخي, بارك الله فيك, خصوصا في طابور الصباح. أبدا, يعني رحب بك في أي يوم. بارك الله فيك. أنتم يعني مثل أنتم مثل يحتذى. أشكرك. ورمز للتربية الصحيحة الرفيعة العالية. أستاذ خليل, بنشكركم على هذا الجيل وعلى هذا النجاح, صناعة من أصعب الصناعات أن تخرج لنا حافظا للقرآن. يعني عندك لما شفنا محمود والصحيح يعني ملأ قلوبنا فرحة به وأملا بعد أن كادت أن تسقط في اليأس.